مساء الخير، انا منى جمال، ميك اب ارتست. النهارده جايين نتعلم مع بعض كونتور المناخير، يعني تحديد الانف. الادوات المستخدمه في تحديد الانف هو لون غامق، بيكون تقريبا اغمق درجتين من لون البشره، هايلايتر، وفرشه تستخدم لتحديد المناخير باللون الغامق، وفرشه تانية هعمل بيها الهايلايتر في الاماكن اللي انا لازم اعمل فيها هايلايتر. هنبدأ مع بعض ونشوف النتيجة النهائية. ده تقريبا بتبقى النتيجة النهائية لكونتور المناخير. انا غمقت من المكان اللي هو ممكن يكون عندي هنا ضخم، فغمقت المكان ده وعملت هايلايتر على بداية الانف والحتة اللي فوق، وغمقت كمان من هنا عشان المناخير طويلة، فانا نوعا ما مناخيري من هنا طويلة، فمن علامات الجمال ان لازم تبقى المناخير مرفوعة لفوق، فغمقت هنا وعملت خط غامق هنا في نص المناخير عشان اعمل تمويه للي هيشوف ان انا مناخيري لا قصيره ومن هنا رفيعه. عملت هايلايتر على بدايه الانف فوق هنا، وعملت هنا وسبت هنا الحته دي غامقه، فلما بيجي حد يشوفك او النور بيبقى متسلط عليكي فبيبان مساحه المناخير بس الحته المنوره دي وهنا بدايه الانف. شكرا جدا.